السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم غدانا الحمد لله لسان عصفور بلحم، قطعته صغير وحمسته وسويت فيه لسان عصفور، وقدمه مع سلطة الخيار باللبن. بصحة بصحة البيت. بسم الله. حمر عندي البصل والثوم، حنا نزل اللحمة. بسم الله. نحضركم لمدة 3 دقايق لخمس دقايق. طيب نبدأ نمزج الهراء. نخلي اللحم، انا بخليه 5 دقائق عشان ياخذ من نكهه البصل والطحن معايا، يطلع زين. اي حسبي ما شاء الله المعجون طماطم ثوم ده تحت ما شاء الله. لسه ما حطيت الطماطم. الحمسه دي الثوم كله. الحمسه اي ما شاء الله. انا بكي ينعوض حط هذا المسكين. ليش؟ هو ما لقى صرف، راح المحل الثاني اللي هو صرف. صرف 50 بعدين صرف لي كلها 5. ننزل الطماطم وحط البهار على الشوك الاسود. روح جيب لي صنع الخبز من المستودع وحطه فرن مشكل. هلا حطه فين؟ واحط شويه الخبز. بعدين نضرب جدر الضغط لأني مستعجلة، أخذ من الغداء. الله المستعان. بسم الله. حلو. بتسوي الدجاج باللحم ولا شيء؟ بتسوي هذا ولو فك الدجاج سويته بدي الفرن. لو فك الدجاج بسوي بالفرن. لو فك تسوي بهذا يعني؟ بالفرن. متى حسوي؟ الحين الحمسة أحطها في الجدر الكهربائي عشان اللحم يستوي بسرعة. ولا تجيبي بسم الله. وزينة حكي ما يعني كريم كرب. بسم الله. شو مالك؟ شو قلت لي يعني؟ يا ولد يا ولد يا ولد. اقعد وخر. لا قاعد يقول لك تبي تست. منظر. خلاص ولد. وانت داني شو السؤال؟ عبي هذا ما خلاص. لانك خلاص. نزلت مويه الحمسة. خلاص يا عبي. اجيب كذا. الملح خلي بعدين لما يستوي اللحم هحط الملح وبعدين نرجع لها نستنى. يعني ما حتى اخلص بس يلبس ولا طيب بس ركبوها بسرعة. طيب يبدي جايب كهربائي وصله. لا تنسى. يعني انت شايفتني فتحه بس وش تبيني اطبخ فيه يعني؟ بعدين هذه عباب خليتها. شو رحنا احمر لسان العصفور على ما يستوي اللحم عندي في الجدر الكهربائي.
رجعت عليه شغلت عليه 13 دقيقة حسب نوع اللحم. أنا هذا عجل، إذا كان عندك لحم صغير ياخذ 25 دقيقة بس فقط، لكن إذا كان شوية يعني ممكن تشغلين عليه مرتين مو مرة واحدة، يحتاج مرتين. لكن إذا اللحم صغير مرة واحدة تكفي، يعني زي الحين عندي اللحم وعندي الحاشي، نحط على الحاشي 25 دقيقة. بسم الله. انا احط كريم ولد. سويتيني ما أحد. هلا. أهم شيء سويتي. إن شاء الله. من الصراحة جو. شوفوا خلاص كده. أنا بغنون هذا كده خلاص أطفي عليك النار. وأخليه لما يستوي عندي معه. بسم الله الحين حطوا على الرز. بسم الله بسم الله جرب بسم الله ما شاء الله واضح عندكم شو واضح واضح ماما واضح؟ يب شو أنا بنشوف الحين؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن حبة بحبة ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا مفلفل ما شاء الله يما بسم الله دوقة يلا حطوا الصفرة شوفوا القهوة